خطفت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب الأنظار مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة بصورة لها مع خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة نصري، وذلك بعد طرحها أول أغنية لها في الفترة الأخيرة. ابن الفنانة أصالة يوجه رسالة لمريم عامر منيب. نشر خالد الذهبي صورة له على انستغرام مع مريم عامر منيب، ولاقى بها تفاعلا كبيرا من بين المتابعين، خاصة للكشف عن الصداقة التي بينهما لأول مرة للجمهور، وبالإضافة أيضا إلى دعمه لها بعد أغنيتها الأخيرة عامل إيه في حياتك، والتي لاقت بها شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل. وعلق خالد ابن الفنانة أصالة على صورته مع ابنة عامر منيب موجها رسالة خاصة إليها، ووصفها بها شقيقته، وقال: أنا فخور بك يا أختي، ليس لديك أي فكرة عن حجم تأثيرك وإلهامك لنا جميعا. مريم عامر منيب تلقى شهرة واسعة في أغنيتها الأولى. حققت ابنة الفنان الراحل عامر منيب نجاحا كبيرا في الأيام الماضية، وذلك بعد طرحها أغنيتها الأولى عامل إيه في حياتك، والتي بدأت بها مسيرتها في الغناء بالاستعانة بصوت والدها في الأغنية التي تحمل نفس الاسم، وأضافت إليها كلمات جديدة مع الشاعر تامر حسين لتطرحها كدويتو مع والدها الفنان الراحل. ولاقت الفكرة والأغنية إعجاب الجمهور، والذين تفاعلوا مع الكلمات المؤثرة في الأغنية، بالإضافة إلى احتراف ابنة عامر منيب الغناء، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة في فترة وجيزة على اليوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد عادل. يلا مساء الخير يا جماعة، احنا لسه حالا مسجلين أغنية مريم الجديدة، وانا عشان زمايلنا الصحفيين سألوني كتير، فهي اغنية عامل ايه في حياتك، ومريوم كان عندها فكرة كده قالت لي عليها فيها وعملناها. تقول لكم هي بقى. والله انا جات لي فكرة بس اول امبارح على طول، فاول حد جيت مخي كان على طول تامر، فكلمته فقال لي خلاص نظبط الدنيا وكده، هو في مقام اخويا الكبير، فقال لي خلاص يلا نظبطها، فجينا الاستوديو كله حصل في ثانية. طبعا بشكر عمرو مصطفى وهاني احمد عادل وهاني محروس والمهندس هاني محروس، الحقيقة ما قصروش، كلهم حبايبي، ودي اقل حاجه نقدمها لمريومه ولحبيبنا عامر منيب في الثانويه بتاعته، وان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. بكره صح؟ اه بكره ان شاء الله ان شاء الله.